السلام عليكم، يا اهلا وسهلا فيكم. معكم محمد الحسيني، طالب في دار تعليم رياض، بحث في مجال الطاقه. اسم مشروعي هو في انتاج الطاقه المتجدده من مياه البحر. انا فخور جدا اكون من احد الطلبه اللي يمثل المملكه باذن الله في ايسف 2024. باذن الله احنا والطلبه نبيض الوجه باذن الله. طموحي هو باذن الله نجري البحث ونكمله حتى بعد المسابقه، عشان باذن الله ننشر ما استكشفناه في البحث، وباذن الله نكمله حتى في الجامعه. اول شيء حاب اشكر كل من ساعدني في مشوار البحث العلمي. صحيح انا موجود هنا في الكاميرا، لكن وراي ناس كثير ساعدوني، وحاب اشكرهم جدا.